سميتني حفيظة، وكنسكن في العشوائي، وعندي 3 وليدات، واحد وليد ندير عملية وما عديش وحاليش مجوجة راس كبير كيدير راح يباع الحمص، والحالة ضعيفة ما عندناش مش سكن عراهني، عندنا الفلوس اللي عراهني دين أشمع، عندنا نظرة الدحاجة دين أشمع، وعندنا 3 وليدات، وأنا ندير عملية وما عنديش فلوس، الوليد خاصو عملية ما عندوش باش كي عندو باش كيبول لي، عندو دوك هرموني طالع لي الفوق وما لقاش لي وقف معايا، وانا كنترجاكم تعاونوني. الله يرحم بيه الوالدي، الله يحفظكم. الله دابا شي 4 سنين عنده وبقى ما حطيتو حتى حاجه، ما لقيتش لي وقف معايا، ما لقيت حتى واحد. طرجيت هاد الدري فيها العازو اللي وقف معايا وراني المحسن، الله يجازيه بخير. وانا بغيت نخدم وما عنديش السكر وما نقدرش نخدم، انا مريضه، كنطالب المحسن يعاونوني ماديا ومعنويا، يديروا لي عمليه. جات على خاطر لا حتى واحد ما لقيت يوقف معايا، مشيت عند ذلك حالي مصيفطني لمراكش، وانا ما عنديش باش نمشي لمراكش، ضروري خصو العمليه، ملي العمليه ما كاين حتى حاجه، بقى حتى الاول عنده 4 سنين بقى محطوط ما حتى حاجه، لا ضروري خصو عمليه. انا وليت بالفتيح، وليت عند ديك الدكتور برامج في الصيدار الجديد، وليت بالفتيح كان طالع لي السكر كنت غنموت بيه، داوني على الناس مولي داوني للسبيطار كما هما كنت غنموت. أبا ما عندوش غير كرة ياريسة، ما عندوش بحال، واش كيبيع الحمص مرة كيبيع مرة ما كيتباع ليه، والحالة ضعيفة، حنا ساكنة في ديور عيفاض، ما عندنا لا دور ما عندنا لا حاجة، نعيش مية ما عندنا لا أثاث لا حتى حاجة والو. كنطلب من خوتي المسلمين يعاونوني، الله يجازيهم بخير الله يحفظهم. عندي 3 وليدات، عندي جبنية ولي هو ميت ليا جوج، كنسكن في دوار دريبشات، وهادي الوليد ذا ندير عملية وسمي يدير العياش يحسوني، وانا محتاج ما عنديش، كنبيع حمايم صاد والله العالم، وانت ما تشوف الحركة كيف دايرة، طالبوا ودوا لي ندير عملية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.